تطبيق فكرته جميلة، وهو حاليا مجاني لفترة بسيطة، يبي له شوية تركيز. شفت مقاطع الفيديو اللي تشوفها عن طريق تطبيق سفاري أو في المواقع، تقدر تتحكم بسرعتها عن طريق هالتطبيق، يعني تقدر تخلي عرض الفيديو بشكل سريع أو بشكل بطيء. بعد ما تحمل التطبيق افتح تطبيق سفاري واضغط على المشاركة واختار إضافي وفعل تطبيق بلاي باك سبيد، وبكذا يكون التطبيق جاهز. وحاليا أي فيديو في المواقع راح تقدر تتحكم بسرعته، اضغط على خيار المشاركة واختار تطبيق بلاي باك سبيد واختار سرعة المقطع. التطبيق متوفر للآيفون بشكل مجاني لفترة بسيطة.